منع جمع التبرعات من دون تصريح يثير جدلا بين رجال الدين في السعودية. والكاتب الصحافي الساخر محمد السحيمي يعلق بطريقته الخاصة على أخبار محلية وعربية وعالمية. اهلا وسهلا بكم من جديد، مساكم الله بالخير في حلقه جديده من يا هلا، نبداها من المملكه العربيه السعوديه وابرز ما كان فيها اليوم ولكن في الصحافه السعوديه تحديدا. نتابع. قضت المحكمه الاداريه في جده امس اعاده ملف قضيه وكيل امانه جده للتعمير والانشاء الاسبق المتهم في كارثه الامطار والسيول التي ضربت المحافظه مرتين في العامين 2008 و2009 إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، إثر اكتشافها عدم استدعاء متهمين آخرين متورطين في إنشاء مخطط أم الخير. ووجهت المحكمة هيئة الرقابة والتحقيق باستدعاء الأشخاص الآخرين المتهمين في القضية للتحقيق معهم، ورفع ملف قضية الوكيل بعد الحصول على إفاداتهم وأقوالهم اتجاه الأدلة التي تثبت تورطهم. بدأ مجلس الشورى مناقشة لائحة جديدة ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة الإسكان تهدف إلى حماية المواطنين الذين يتعرضون للغش والتدليس من قبل ملاك وتجار عمائر شقق التمليك التي يكتشف المستهلك رداءتها بعد شرائها مباشرة. وكشف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى وأوضح أن اللائحة الجديدة تهدف إلى حفظ حقوق مشتري شقق التمليك والبائعين في آن، وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي انتهت وزارة الإسكان من إعدادها أخيراً وبدء نقاشها تمهيداً للموافقة عليها. وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات باعتماد اللغة العربية في جميع اللوحات الإعلانية وغير الإعلانية بشكل واضح، وإلزام جميع المحلات التجارية وشركات والمؤسسات باعتماد كتابة الاسم باللغة العربية في لوحاتها بشكل واضح. وإذا رغبوا في كتابة الاسم باللغة الأجنبية فيكون تحت الاسم الموجود باللغة العربية. وشدد سموه على الأمانات والبلديات بتطبيقه ومراقبة ذلك ومعاقبة من لم يلتزم به. قررت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل في برنامج المنح الدراسية للجامعات والكليات الأهلية للطلاب والطالبات المنتظمين والمستجدين عبر رابط موقع برنامج المنح الدراسية الداخلية على موقع الوزارة الإلكتروني اعتبارا من 17 من شعبان وحتى 20 رمضان، وذلك للعام الجامعي 1433 و1434. وقال مصدر مسؤول إن المنح ستكون في 6 جامعات أهلية و20 كلية متعددة التخصصات وبالذات التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتقنية وما يحتاجه سوق العمل من تخصصات. وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الذي يهدف إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية. حذرت وزارة العمل من بطء توطين الوظائف في السعودية ومن أن عدد السعوديين الذين لا يجدون وظائف يزيد بشكل مزعج، وكشفت فيما اعتبرته حديثا من جانبها يتسم بالشفافية والوضوح أن كل 10 موظفين أجانب في القطاع الخاص يقابلهم سعودي واحد فقط. وذكرت أن الأجانب يحولون نحو 98 بليون ريال إلى بلدانهم سنويا، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السعوديين الذين في سن العمل لا يجدون وظائف، إذ يصلون إلى أكثر من مليون مواطن مؤهل،
منبهة إلى أن الرقم الكبير يزيد بشكل مزعج للجميع. ومن الأخبار نذهب إلى الرأي، نروح إلى أكثر المقالات الصحفية قراءة، وأكثر المقال أكثر مقال تعليق، وأبرز التعليقات على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج أهلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الشرق للكاتب فهد القاسم بعنوان بس 90 مليونا. يقول القاسم: خادم الحرمين بتلقائيته المعهودة وببساطته الفطرية لم يتمالك إلا أن يرد ردا بديهيا سريعا على محدثه وهو يشرح له مشروع توسعة استاد مدينة جدة والمعروف باسم استاد الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله، حيث سأل الملك عن تكلفة المشروع فجاءه رد المهندس بأنها 90 مليون ريال، فرد الملك متعجبا: كم؟ فكرر المهندس بأنها 90 مليون ريال، وعلق الملك تعليقا عميقا قائلا: هذا رخيص. ويضيف الكاتب: هنا أقول إن التكلفة والاعتمادات المالية لمشروعاتنا الأخرى هي الكثيرة وأرقامها المبالغ فيها، حتى إننا بدأنا ننسى رقم المليون في المشروعات، وأصبحت المشروعات بالمليارات وعشرات المليارات. ويتساءل الكاتب عن كبر تكلفة مشروعاتنا، هناك العديد من التفسيرات لذلك، من أهمها التكليف المباشر للعديد من المشروعات الضخمة، فالتكليف يتم لشركتين أو 3 شركات في الأغلب. ويتابع الكاتب: من الطبيعي أن تضع هذه الشركات شروطها وهي تضع رجلا على رجل، وللأسف أن وزارة المالية تعتمد العمل حتى لو كانت الجودة مخجلة. سبب آخر هو استعجال التنفيذ لمشروعات لا تستدعي الاستعجال، وبالتالي تتضخم العقود بمبالغ فلكية مقابل الاستعجال. وسبب ثالث هو تضخيم المشروعات بأشكال مبالغ فيها. وسبب رابع هو كثافة المشروعات بدون تنسيق في توزيعها على أجندة زمنية. ويختم الكاتب: لكن إذا أردنا أن نعرف السبب الحقيقي وراء تضخم تكاليف المشروعات فإنها الطفرة ووفرة الأموال التي تجعل الكثير من المسؤولين يريدون أن ينتهزوا الفرص للصرف حتى لو كان صرفاً غير ضروري، ويمثل ذلك تجاوزات غير مهنية للمسؤولين. المقال الأكثر تعليقاً من صحيفة المدينة للكاتب عبدالله منور أجميلي بعنوان جن حافز ونطاقات. يقول الكاتب: يحكى أنه في إحدى الدول العربية الإفريقية وقبل سنوات وقبل الثورات وأيام تزييف الديمقراطية والانتخابات، ذكرت إحصائيات التصويت على التجديد للرئيس أن عدد السكان في إحدى القرى 15,000، كلهم قالوا للرئيس المبجل نعم دون أن يهتز للواحد منهم طرف. ويضيف الكاتب: في اليوم نفسه صرحت وزارة العمل بأن برنامج نطاقات ساهم في توظيف قرابة 250,000 مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر 10 الماضية، متخطياً بذلك إجمالي ما تم توظيفه في ذلك القطاع خلال 5 سنوات السابقة. ويتابع الكاتب: أرجوكم فسروا لعقل الضعيف كيف زاد عدد العاطلين المستحقين لحافز في الوقت الذي تم فيه توظيف كل تلك الأعداد من المواطنين في القطاع الخاص، فعقلي المسكين لا يملك من التفسير إلا أن يصدق المسؤولين، ولذا فهو يثق بأقوال حافز ونطاقات، وبالتالي فقد أصدر الاتهامات ونادى بفتح التحقيقات، فربما للجن الذي يسكن مستشفى عرقة علاقة بتلك الأرقام والاختلافات. ويختم الكاتب: فلعل تلك الجن قد غيرت الأرقام ولعبت بالحاسبات، هذا تفسير عقلي، فهل عندكم تفسير آخر أيها الدهاء؟ وجاء التعليق الأبرز من القارئ يحيى السميري الذي أرسل: أرجوكم فسروا لعقل الضعيف كيف زاد عدد العاطلين المستحقين لحافز في الوقت الذي تم فيه توظيف كل تلك الأعداد من المواطنين في القطاع الخاص. مقال من اختيار يا هلا من صحيفة عكاظ للكاتب صالح إبراهيم الطريقي بعنوان أزمة الدرس الخصوصي حلها طالب. يقول الكاتب: يخيل لي أنه ومنذ دخول الجوال وانخفاض سعره لتكتمل دورته التسويقية فتصل لشريحة ذوي الدخل المحدود، أي في أواخر القرن الماضي،
ظهر لنا سوق الدروس الخصوصية قبل الاختبارات، وأصبحنا نرى ملصقات المدرسين والمدرسات الخصوصيات معلقة بكل مكان مع رقم الجوال. ويتابع الكاتب: في ذاك الوقت شنت حملة إعلامية ضد الدروس الخصوصية، مما جعل وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً تحظر فيه التدريس الخصوصي، وأن الوزارة تتوعد أي مدرس ومدرسة بالعقوبة. ويضيف الكاتب: لأن الواقع هكذا، كنت على يقين أنه ومهما كتبت الصحف قبل الاختبارات النصف سنوية والنهائية لن يتغير شيء، فالسوق يحكمه العرض والطلب، حتى سعر الدرس الخصوصي مرتبط بكمية الطلب عليه. وكنت أمر مرور الكرام على كل المواضيع التي تنشر في الصحف عن هذه القضية النصف موسمية، لمعرفة أن الصحف تعودت على شن هذه الحملة مع كل اختبار، وأن الوزارة ستعاود تحذيرها فيما المدرسون والمدرسات سيستمرون بالتدريس الخاص. ويختم الكاتب: هذا يعني أن أحد أسباب تفشي ظاهرة المدرس الخصوصي الحشو بالمناهج، فعبد الله ليس لديه أزمة فهم بل أزمة حشو بالمناهج، فلماذا لا تجرب الوزارة حل تجذيب مناهجها من الحشو لتقليل الطلب على المدرس الخصوصي؟ نروح إلى الفقرات اليومية. المقطع اليوتيوب أو مقاطع اليوتيوب الأكثر تداول مشاهدة في السعودية، إضافة إلى الهاشتاج الأنشط أو بين المغردين والمغردات السعوديين، أو أبرز المقاطع أيضا أو أبرز الكلمات، إضافة إلى الكاريكاتير الذي في البداية طبعا اخترناه من الصحافة السعودية. نتابع الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من جريدة الجزيرة بريشة الفنان فهد أجبيري في رسمة يقارن فيها بين السوق الداخلية بالمملكة والأسواق العالمية. بعد استدعاء السلطات لعدد من علماء الدين الاثنين لإبلاغهم ضرورة وقف حملاتهم لجمع التبرعات لنصرة سوريا وامتثال اللجنة لأوامرهم عن طريق حساباتهم الرسمية في تويتر، تفاعل المغردين اليوم بشكل ملحوظ مع تغريدات الشيخ الدكتور محمد العريفي، والتي تروي تفاصيل التحقيق وصور من المتوافدين للتبرع وضيق صدره على تخيب آمالهم. وقد نشر العريفي صورة صنعتها له الصفحة السورية: دموعك غالية علينا يا شيخ. ومن التغريدات التي ذكرها الشيخ العريفي أن الناس يبحثون عمن يوصل تبرعاتهم لسوريا، والدولة لم تقم بحملة تبرعات، فكثر الذين يجمعونها سرا، لا نعرف صدقهم فأقمنا اللجنة، وأن قيام علماء تقى بجمعها ويوصلونها لتقى سوريا خير من استمرار أشخاص يجمعونها في الظلام ولا يدرى كم جمعوا وأين صرفوا. وتابع: الرافض الصفويون يرسلون 5 أموالهم، ملايين لقم والنجف لدعم بشار وتدريب جنود يرسلون إليه، ونحن لما جمعنا صرنا خوارج. مقطع الفيديو الأكثر مشاهدة في السعودية اليوم هو مقطع من الاعتصام الجماهيري الذي دعا إليه عدد من النواب أمام السفارة السورية احتجاجاً على مجزرة الحولة في سوريا، بحضور النائب جمعان الحربش، والذي قال إن السكوت عن القضية السورية خنوع وجبن. وقاعدين في البراد ونتهنى ونضحك ونغني ونرقص على دماء إخواننا المسلمين السنة، وين الخوف من الله؟ امشي الحين، اذا الشعوب بيدها اليوم تقاتل كل الشعوب تقاتل. اسمع وانا اخوك، اسمع وانا اخوك. نعم. ان جاي اليوم تسجل موقف. نعم. ايش جاي تسوي؟ ايش جاي تسوي؟ حنا مثلك، حنا مثلك جاي نسجل موقف. حنا مثلك وانا اخوك. عين من الله خير، عين من الله خير. حنا ما حنا جاي نتهاوش هني. عين من الله خير. لا لا اصبر اصبر، اذكر الله اذكر الله اذكر الله. تعال تعال اقول لك، تعال تعال اقول لك، تعال اقول معك. لازم ندفع لهم اقل شيء 150 200 مليون دينار للجيش الحوثي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الامه اذا انتم امه لاجل محمد المنافي قال المهدي في السرداب، قامت الشيعه وانتصرت وقفت ساحه الاراده وارغمت حكومه الضعف والخنوع انها تستجيب المطالبه، وهذا هو 7 سنين قدام عيونكم وانتم تتفرجوا. من مقاطع اليوتيوب الاكثر مشاهده ايضا لليوم فيديو لحريق في مركز فيلاجيو التجاري في الدوحه، والذي شب بالقرب من حضانه اطفال وقضى على جزء كبير من المجمع بالامس،
وقد ذكر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الداخلية القطري إن الحريق الذي شاب قد أسفر عن مقتل نحو 19 شخصا بينهم 13 طفلا وأربع مدرسات مرافقات للأطفال. Typical. I know, right? A bunch of girls come and all of a sudden they're victims. Good crying. Yeah, because this is sad. Not the fact that your neighbor's getting bombed, but this is sad. You should cry over this. You're not even there. إذن راح نروح للمملكة العربية السعودية ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. 1.5 مليون طن قيمة إنتاج التمور في المملكة، وبذلك تحتل المركز الأول عالميا. 1.5 مليار ريال قيمة توقع زيادة الإنفاق على الإعلان بالسعودية. 25 مليونا غرامة مخالفي نظام الاتصالات. 400 ريال الحد الأعلى لفواتير هواتف المسؤولين. إذا راح نتوقف مع فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد، ننطلق في سوالفنا الفنية لهذه الليلة. بعد كتاباته عن الوطن والحب والحياة، وبعد أن تغنى بكلماته أشهر المطربين السعوديين والعرب، نريد السلام أغنية جديدة من كلمات الدكتور صالح الشادي الذي أراد من خلالها أن يقدم عملا إنسانيا عالميا. تراكمات أوجدت فكرة اللي هي فكرة إحنا محتاجين السلام، محتاجين الاستقرار، محتاجين وقت لكي نبني أوطاننا وكي نربي أولادنا. وبدأت الفكرة مع صديقنا الموسيقار الدكتور أيمن عبد الله حول هذه الفكرة، لماذا لا نكتب؟ وأعتقد بأنه من رسائل أي فنان حقيقي أو شاعر حقيقي أو مبدع أن يكون لسان لواقع الحال. كان واقع الحال يدعو إلى فكرة السلام. نريد السلام الذي تقدمه الفنانة الإيطالية سوزانا دوباز هو من ألحان الدكتور أيمن عبد الله وتوزيع الموسيقار العالمي أريجو دوباز. هلا أنا فكرت أسويها بشكل غربي عشان ما تكون مقيدة في العالم العربي. يعني انولدت هي باي تشانس وتغنت باي تشانس، أوكي؟ بس أنا حاس إنه هي أغنية لطيفة سيمبل ما فيها تعقيد ميوزك كتير. الموضوع كلمات معبرة عن الكل وبتحكي عن كل واحد، وهذا كان الهدف الأساسي. hanno lasciato qualche cosa perché sono esperienze molto particolari, sono diverse. Noi in Italia non difficilmente cantiamo in arabo, non mi risulta che ci siano state altre collaborazioni. È molto difficile già riuscire a cantare l'arabo, bisogna avere anche molto orecchio e sentire anche il suono musicale della lingua, proprio l'arabo è una lingua musicale, quindi كان الجميل في الموضوع انه التركيبة في العمل، يعني المشرف على العمل كان عراق، اللي بيأدي العمل إيطاليا، اللي لحن العمل الأردن، اللي كتب العمل إحنا السعودية. فإحنا نتحدث عن ميكس إنساني، بشر ينتموا إلى كوكب اسمه الأرض يبحثوا عن السلام. يذكر أن الأغنية ستقدم بثلاث لغات الإنجليزية والإيطالية إلى جانب العربية، وسيتم تصويرها سينمائيا في أكثر من موقع في أوروبا والعالم العربي.
إلى دبي، حيث صورت الفنانة شذى حسون وعلى مدى 3 أيام أغنية علاء الدين من ألبومها الأخير وجه ثاني على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة أنجي جمال. تعاونت مع الفنان الكبير ناصر الصالح كاللحن، عبد الله بوراس ككلام، وأنا كتير طبعا مبسوطة أنه بشتغل مع أنجي جمال. هذا أول مرة بشتغل مع فرد نسائي في أكثر من 7 لوكات، لوكيشنز كتار، برودكشن كبيرة، وفي كتير ستاف وكتير مودلز وكتير كاست. القصة بتتناسب مع كلمات الغنية، على قدين قصة بتجمع بين الواقع والخيال، ما في يقول أكثر من هيك. مطبخ مش مشهد أساسي من الكليب، هو مشهد من مشاهد الكليب. يمكن بفضح شغلة صغيرة إنه هو مطرح اللي شذا رح تهرب منه من حياة النجومية وتقطع بالمطبخ تتروح على إذا بدك على عالمها. إذن هذه كانت سوالفنا الفنية لهذه الليلة، فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد. قضيتنا لهذه الليلة هي الحديث عن تباير ردود الأفعال على خلفية ما تحدثنا عن أمس وما تم إثارته في تويتر وفي المجتمع السعودي والخليجي. الحديث عن في عدد من المشايخ قرروا أنهم يستقبلون تبرعات، طبعا هذا أمر مخالف لأنظمة الدولة منذ سنوات. لابد أنك أنت إذا قررت أنك تجمع تبرعات يكون في تصريح أو يكون من خلال الدولة. الموضوع اتطور خصوصا ما يتعلق بالشيخ العريفي، وفي أكثر من يعني تغريدة في حديث عن حزن شديد وعن رغبة في التبرع وإيحاء بأن الدولة منعتهم وقمعتهم، والحديث عن أنهم حريصين على هو حريص الشيخ العريفي على مصلحة الدولة. الحديث عن أنه إيران والصفويين والصفويون كلهم راح يأتوا إلى الجزيرة إذا إحنا ما رحنا، وهو أيضا يتحدث يبغى يسلح الجيش الحر، يعني يتكئ في ذلك على أنه يقول المفتي قال والدولة قالت. طبعا إحنا نتذكر الأمير سعود الفيصل قال أنه لابد من دعم، يمكن الشيخ العريفي يفهمها أكثر بطريقة مختلفة. في حديث عنه دموع تسال وعنه في شرح لتفاصيل التحقيق الذي حدث في أمارة الرياض. اليوم الحقيقة في عالم في تويتر من جمهور الشيخ العريفي أو من الناس اللي عندهم شعور بالقضية وما يحدث في سوريا، متفاعلين مع الموضوع وحقهم يتفاعلون، بس أيضا من حق الناس عليهم اللي يختلفون معهم في الرأي أنهم يسمعونهم، لأنه الحقيقة يعني المسألة صارت صار كل واحد يبغى يثور بدون سبب أو يجيب رأي مخالف بدون سبب ويبتعد كثيرا عن القانون. المشهد يوحي بأن الشيخ العريفي يفهم في السياسة أكثر من الساسة في السعودية، ويفهم في أمور كثيرة لا تفهمها الدولة، وفي إيحاء بأن الدولة تمنعه من أنه يقدم أعمال إنسانية. وأنتم تعلمون مشاهدين يعلمون بما يتعلق بهذا الأمر أن الدولة من أكثر الدول التي تتبرع في هذه الأحداث وفي غيرها. وتعلمون أيضا أن برنامجنا يعني ليس برنامج انبطاحي إذا جاز التعبير بين هلالين أو يحابي أحد أو يلمع أحد، لا، بس إحنا لازم نقول الحقيقة ولازم نحل الموضوع بشكل يعني مهني دقيق. في كثير من الناس من الناس اللي متحمسين مع الشيخ العريفي عندما تتبرع الدولة إلى الخارج سواء بجمع تبرعات أو من الدولة مباشرة، كل الناس نفسهم اللي موجودين على تويتر الآن اللي مع الفكرة ورافضين ما حدث الشيخ العريفي هم بأنفسهم يرفضون، يقولون للدولة يا أخي شوفوا الناس التعبانة في الداخل، شوفوا المسحوقين في الداخل، فلوسنا وديتوها برا وحنا ميتين بالجوع. كل هذه الجمل تحدث، لكن يبدو أنه الناس يعني إذا جاز التعبير الطير في العجة يعني بشكل غير مهني. اليوم احنا تحدثنا امس فنتحدث اليوم، وانا شخصيا يعني لازم اقول كلمه الحق، هذا قانون دوله، وكلكم تتذكرون خصوصا في المملكه العربيه السعوديه الناس اللي راحوا ضحيه الارهاب من سنوات طويله، يعني من 2001 2002 2003 وسنوات اخرى،
وكلنا شفنا الناس اللي تم القاء القبض عليهم وشفنا صناديق تبرعات وشفنا كثير في أموال تذهب للإرهابيين. أيضا أنا ما أدري صراحة إيش مدى التنظيم اللي عند الشيخ العريفي إذا كان بهذه القدرة، عنده رجاله في سوريا وعنده رجاله في كل مكان، وبالتالي سيضمن سلامة وصول المال إلى مستحقيه هناك. هل سيضمن أيضا لنا أنه ما راح يروح البشار والنظام السوري؟ هل سيضمن لنا بأنه سيذهب الجيش الحر؟ هل لديه ارتباطات بضباط هناك؟ هل كثير من الأسئلة الحقيقة. وأنا الحقيقة حاولت أن أتصل بالشيخ بس ما يرد علينا، ولو حق الرد وقت أي وقت يشاء، وهذا يعني واجب مهني وإنساني، لك حق الرد الشيخ العريفي في أي وقت. كل هذه الأسئلة لابد أن نجيب عليها. أيضا هل يحق للشيخ العريفي أن يكتب على تويتر ما دار في التحقيق وهناك جهة أخرى غائبة؟ أيضا هذه الجهة اللي هي إمارة الرياض أو الداخلية أو من حقق، عليهم أيضا أن يردوا، أن يصدقوا ما قال أو يكذبوا، ولكن لا يجوز الصمت لأنه لابد أن نحترم الرأي العام. في نفس الوقت هل هناك قدسية لأحد غير أحد؟ يعني مثلا لو هذا الانتقاد للدولة وأدائها وإلى آخره، ويعني في شيء يوحي بأن الدولة مقصرة في كل شيء وأن الدولة مثلا يعني لا تريد أن تفعل الخير، وكأن الشيخ العريفي يعني الناس يمنعونه من فعل ذلك، وإيحاء للشعب ومحاولة ربما يعني حسب ما يرى مراقبون بأنه تهيج، في لو فعلها أحد غير الشيخ العريفي مثلا، هل سي يعني يترك له الموضوع كذا مثل ما ترك للشيخ العريفي؟ احنا هنا الحقيقة أنا لاني مع الشيخ العريفي ولا مع مثلا رأي لأحد في الدولة إذا كان هناك ليس قانون. أنا مع القانون اللي وضع اللي هو من وزارة الداخلية، ممنوع خلاص ممنوع لأسباب ذكرتها وزارة الداخلية، واضح أنه ما في تبرعات لأسباب كثيرة. اليوم على الدولة الناس اللي زعلانين من المشايخ الآخرين والشيخ العريفي لابد أن هناك كما ذكرنا أمس تنظيم، يعني يا الدولة تتدخل في بهذا الأمر أو أنها تكون توجد آلية وتسمح لهؤلاء أن يتبرعوا إذا كان فعلا الأمور مضمونة. ولكن على الدولة أيضا أن تقول لنا هذا العريفي مع حق ولا لا، وإذا كان هذا العريفي أخطأ ويعني تجنى أو قال لابد أن الجهات الأخرى تقول رأيها، ولابد إما أن يعاقب وتحترم الدولة وتحترم القوانين، وإما أن يظهر أحد من الدولة ويعترف بالخطأ ويقول لنا إحنا متأخرين في التنظيم وإلى آخره. لكن بقول لكم شغلة، خصوصا السعوديين الشبان اللي يحبهم كثير والشابات، ترى في موضة جديدة صايرة مع هذه الأوضاع في الوطن العربي. طبعا كل بلد في العالم عنده أخطاء وعنده خلل، وتعرفون إحنا دائما ننتقد، لكن أنا دائما أقول أي شاب سعودي أي شاب سعودية إذا أردت أن تنتقد انتقد إذا كنت مقتنع، يعني لا تكون أنت تابع لأي أحد يعني علشان شخصية مشهورة، سواء كان شيخ دين ولا ليبرالي ولا علماني ولا أي تيار آخر في السعودية، لابد أن تكون قناعاتك واضحة. بعدين ترى على فكرة ترى تويتر يعني مو بلازم أنت تكون في تويتر أنه تكون رايك يعني كذا ضد الدولة، كن ضد الدولة إذا أنك فعلا مقتنع وأساءت لكن إذا كانت الدولة على حق يعني أيضا من المعيب أن نكون ضدها، يعني نكون منصفين شوي، وهذه أمور مهنية واضحة جدا ودائما نتحدث فيها. ما يحدث في تويتر وهذه الطريقة وإظهار المملكة العربية السعودية بأنها لا ترغب في دعم سوريا وأنها تضيق على الناس في ذلك، هذا الحقيقة يعني كلام غير دقيق، والأدلة والشواهد كثيرة، ولا تسمعون كلامي، سووا ريسيرش بأنفسكم وأقرأوا وتابعوا وانظروا لتصريحات مشايخ اليوم، انظروا لها وقرأوها في الأمس وانظروا لها مستقبلا. في ناس أنا أعرف ليش يقولون كذا من المشايخ في الفترة الحالية، وهم عارفين ندري ليش يقولون كذا في الفترة الحالية وهم يعلمون، وأنا أعتقد أنه كل واحد حصيف من المسؤولين في المملكة العربية السعودية يعلم ذلك، فلابد أن يكون هناك وقفة واضحة وقانونية تنصف الجميع. خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي عزام الخديدي ثم أعود للنقاش مع ضيوفي. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل، رباه سلم
أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائل والشمائل. في إجراء رآه البعض تنظيمياً، منعت الحكومة السعودية الجهات غير الرسمية من جمع التبرعات لصالح متضرري سوريا، وذلك قطعاً لتسرب أي أموال لجهات غير معلومة أو تمويل عمليات إرهابية. وكان مجموعة من الدعاة أعلنوا أنهم سوف يستقبلون التبرعات لنصرة الشعب السوري. وفي السياق ذاته قال الداعية محمد العريفي عبر حسابه في تويتر إنه وقع تعهداً بعدم جمع التبرعات لسوريا، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منابر للجدل بين من يرى وجاهة قرار المنع وبين أولئك الذين يرون فيه تحجيراً على نصرة المظلومين. ولي الأمر من حقه أن يقنن وأن ينظم وأن يحافظ على أمن بلده من خلال معرفة أين تذهب الأموال وأين تنفق، لوجود تجربة سابقة ولوجود حالات دعم فيها الإرهاب وحصلت فيها مشكلات. لكن من جانب آخر لابد أن يفسح للناس مجال لإيصال التبرعات، لأن هناك كذلك وشائج تربطنا بإخواننا المسلمين في سوريا وفي غيرها. الشارع السعودي بدوره يرى ضرورة نصرة المظلومين في سوريا بكل ما يمكن من الوسائل لرفع معاناتهم التي تجاوزت العام ونصف العام. لازم المجتمع كله يتحد ومع بعض يجمعون التبرعات لإخواننا في سوريا، لازم حتى لو إعانات أي شيء، أهم شيء يوصل لهم تبرعات. والله ودنا نتبرع بس ما نعرف وين نتبرع فيه، وين نعطي، وين ما نعرف، ما في أماكن محددة. والله واجبنا تجاههم أن نقف معاهم وأننا نساند الشعب السوري بكل ما نقدر، لأنه الشيء المجازر بيصير شيء يعني يندله الضمير والجبين، مرة شيء مؤثر للأسف الشديد. والله إحنا نبحث عن الجهات هذه لكن إلى الآن والله ما وصلنا معلومات عن جهات نقدر نروح نتبرع فيها. وفيما تستمر آلة القتل بيد النظام السوري في المضي في سياسة الإبادة الجماعية، تكتسب الثورة السورية زخما جديدا كل يوم، يدعم ذلك صمود شعب قرر أن يبلغ حريته مهما كان الثمن. عزام الخديدي، روتانا خليجية، 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 كان الثمن. عزام الخديدي، أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم قضيتنا هي موضوع التبرعات في سوريا والمشايخ اللي طالبوا وبعدين تم استدعائهم لأنهم خالفوا قانون موجود أو يعني مطالبة أو قرار من وزارة الداخلية بعدم جمع التبرعات إلا بإذن رسمي وفق القانون أو يكون عن طريق الدولة. اليوم في تفاعل تحدثنا تحديدا عن الشيخ العريفي لمناقشة هذا الموضوع، سنرحب بضيفنا الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور عبد الله الفراج الشريف، ضيفي هنا في الاستديوهات في جدة، وأيضا نرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ يحيى الأمير، ضيفي من استديوهاتنا في الرياض. أبدأ معك دكتور عبد الله، رأيك في اللي قاعد يصير، مع من الحق؟ الحقيقة أن التبرعات بصفة عامة هي من شأن الدولة كما هي الزكاة. الزكاة يقول عنها السادة الفقهاء أنها من الأموال التي تليها الأئمة، يليها الإمام، يجمعها ويفرقها. كذلك التبرعات وهي صدقات تطوعية، إذا نظمها ولي الأمر بتنظيم محدد بأن يكون من جهة رسمية تجمع ثم تصل إلى مستحقيها تحت نظر الدولة فلا أحد يعترض. هذا شيء مما يوجبه طاعة ولي الأمر في مذهب أهل السنة والجماعة والتي يدندن عليها المشايخ الذين اليوم يعترضون على هذا، يدندنون عليها دائما، وأن الطاعة واجبة. لماذا لا تكون الطاعة الآن واجبة؟ أما اتهام الدولة بأنها قصرت في حق سوريا فأظن لا أحد يستطيع أن يتهم الدولة بهذا.
منذ أول لحظة كانت فيها هذه المشكلة في سوريا والدولة مع الشعب ولم تكن مع الحكومة السورية، ودعمت بما استطاعت من الناحية السياسية، لكن منطق الدولة غير منطق الأفراد. الأفراد لو ذهبوا قد يؤدون إلى مشكلات للدولة، مشكلات للوطن، مثل ما صار في كثير من بقاع العالم حينما ذهب شبابنا تعرضوا للموت بدون أن يكون لهم قضية. أما عادوا إلينا جثث، إما عادوا إلينا بعد من السجون وقد تسممت أفكارهم وتسممت أبدانهم دون فائدة. هذا إذا نظمت الدولة وجب طاعتها، وهذا من حقها، لأن قضية التبرع قضية لا أحد يستطيع أن يقول لي أنها فرض فرضه الله على عباده، لا للسوريين ولا لغيرهم، هي صدقة تطوع يتطوع بها الإنسان لعون إخوانه. والقضية السورية قضية محقة، لكن يجب أن تنظمها الدولة وأن تكون هناك جهة تجمع هذه التبرعات وتوصلها للذين يستحقونها، سواء كان الجيش الحر في أو بعض الجماعات في سوريا التي تقوم بالعلاج الطبي للجرحى والمرضى أو تعطيهم معونات غذائية أو غيرها، يجب أن تكون منظمة وتحت بصر الدولة، لا أحد فوق نظام الدولة. إذا كان هناك أحد فوق نظام الدولة فمعنى ذلك أن نفتح باباً. بس مثلاً المشايخ ثقات، يعني ما حد يشكك مثلاً راح يوصلون هذه إلى سوريا. ومن يشكك؟ نحن لا نريد أن نشكك في أحد، لكن نقول التزم بالأمر، التزم بنظام الدولة، التزم بمنطقها، حتى لا تؤثر لا في سياستها ولا تؤثر على وطنك، التزم به وأنت ثقة. لكن ليس في الأموال، الأموال إذا أتيح أن يجمعها كل أحد بدون أن يكون هناك نظام أصبح هذا البلد فوضى. وقد سبق أن جمعت أموال ولم تذهب إلى مستحقيها. وين؟ مثل عندما كانت الحرب في أفغانستان بين الأفغانيين أنفسهم، وكانت تجمع تبرعات ثم تذهب لهذا الفصيلي أو ذاك ليتقاتلوا وكلهم مسلمون، هذا لا يجوز. ونحن نعرف أن بعض مؤسساتنا الخيرية وجد عليها ملاحظات كثيرة، ولهذا منعت في كثير من أنحاء العالم. نعم. ثم منعت بالداخل. نعم. طيب. لا يجب أن نطلق الأمر على عواهنه، ولا يجب لأحد أن يبين عيوب الدولة بهذه الصورة. طيب راح أنتقل للأستاذ يحيى الأمين. أستاذ يحيى مساك الله بالخير. بالنور. أهلا علي. كيف تقرأ بيان وزارة الداخل القاضي منع جمع التبرعات من التنصريح، وكذلك ردة الفعل من المشايخ وتحديدا الشيخ العريفي الذي يقول اليوم صباحكم مصارحات في جلسة التحقيق أمس بأمارة الرياض، ذكرت لهم أربعة أسباب دفعتنا لإنشاء لجنة العلماء لنصرة سوريا، وذاكر هو يعني أكثر من سبب، وذاكر يعني مواقف صارت له كذا يعني فيها حزن وبكاء، مو بحزن يعني ألم وتأثر. راح أقراها بعد شوي، هي موجودة عند طيب. عند الناس على تويتر، بس أنا جمعتها حتى نناقش بعضها. تعليق. شكرا لك يا علي، وشكرا دكتور عبد الله. طبعا تصريح وزارة الداخلية هو مجرد تأكيد لقرار صادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ينص على أن كل الحملات أو كل حملات التبرع يجب أن يتم أخذ موافقة وزارة الداخلية عليها، ليس هذا فقط بل وأن تتم تحت إشراف وزارة الداخلية. بعض الإخوة طبعا يحتجون بفتوى سماحة المفتي. فتوى سماحة المفتي هي بيان لحكم شرعي وليست ملزمة للدولة. أنا أتفهم الحماس الذي لدى الإخوان والتأثر بما يرونه بما يحدث في سوريا، بل وأرى أن هذا حماس مقدر ويجب أن يحترم،
وهذا الحماس وهذا التفاعل إيجابي، لكنه حينما يريد أن يخرج من كونه حماس وتفاعل نظري ليصبح إجراء على الأرض، هذا دور الدولة وليس دور المتحمسين أو حتى لنقول أنهم كانوا مرتبطين بهذه القضية بأي شكل آخر، علما أنهم يعني في موقفهم من هذه القضية هم جمهور كغيرهم من الجماهير السعودية المتأثرة. هذا يحيلني إلى نقطة، يعني خلني أقول أني انشغلت بها كثيرا، وهي مسألة فهم الدولة. ماذا يعني الحياة واتخاذ المواقف وإدارتها من مثل هذه القضايا ونحن في زمن الدولة؟ زمن الدولة يحول كل الفعاليات التي قد ينوي الناس القيام بها، سواء يعني كنوع من التفاعل مع ظرف قائم أو حتى كموقف ينطلق من ثقافتهم، تقوم الدولة بتحويلها إلى مؤسسات. يعني الآن مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو موجود لدى المجتمع كصفة ثقافية اجتماعية، بالإضافة طبعا يعني قادمة من كونها صفة دينية. لكن الذي تصنعه الدولة أنها تحول هذه الفعالية إلى وزارة، إلى جهة رسمية. الإمامة بالناس والصلاة بالناس في المساجد هذه ترتبط بمعيارية حددها الشرع. هذه المعيارية كيف تنفذ؟ تنفذ من خلال أن الدولة تحولها إلى وزارة شؤون إسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. لما تجي في قضية مثل قضية ما يحدث في سوريا، أولا التعامل معها بهذا الشكل هو في الواقع إما نوع من عدم الفهم لما يجب أن يكون عليه الوضع في ظل الدولة، أو هو نوع في الحقيقة من محاولة إيجاد من محاولة إيجاد دولة ظل. وهنا تصبح المسؤولية الحقيقية مسؤولية وزارة الداخلية في إيقاف مثل هذه الفعاليات، لأن المسألة ما هي بلعب، يعني المسألة أمن دولة. وزارة الداخلية مسؤولة أمام الناس، وهذا من واجبها، وهي مطالبة شرعا ونظاما أن تقوم بإيقاف مثل هذه الفعاليات. طبعا بيجي واحد يقول والله هذا استعداء منكم، لا هذا مش استعداء. لو أنك لو الحديث في خطبة عن النصرة أنا أحييه، وستجدني مع الجالسين يستمعون إليك ويتطلعون إليك في المنبر. هذا الكلام طبعا أقوله الجميع وليس لشخص بعيني. لو الكلام فكرة ولا حملة إلكترونية ولا شيء لا ينزل على الأرض، لأنه إذا نزل على الأرض هذا ليس ملعبي، هذا ملعب الدولة. ثانيا كلام الأمير سعود الفيصل وكلام الحكومة السعودية، طبعا يعني للأسف أن هذا الكلام يقال على المملكة العربية السعودية اللي هي في شهر رمضان الماضي، يعني من قرابة من يعني قبل ما يزيد على 7 أشهر، كانت أول دولة في المنطقة تعلن هذا الموقف وتستدعي سفيرها في دمشق. بمعنى أنه لا يعني لا تزايد على الدولة، والله الدولة يعني ما كانت فاتحة العلاقات مع النظام السوري، بل اتخذت موقف، لكن الدولة تدرك أن اتخاذ موقف يجب أن يضع في باله كل التبعات. ألا تستطيع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات ودول الجامعة العربية أنهم يرسلون 2-3؟ يستطيعون، لكن هذا خطأ، وهذا يدخل في تبعات، يعني هذا له تبعات دولية لأنه خارج هذا العقل السياسي الواقعي. هناك الواقعية وهناك ما أستطيع أسميه بالانفلات أو البحث عن دولة ظل. النقطة الأخيرة لو سمحت لي يا أخي، الأسبوع الماضي هيئة الإغاثة السعودية في وادي خالد في لبنان دشنت أظن المستشفى الثاني أو الثالث، واحد من أهم يعني واحد من المستشفيات اللي على طراز عالي جدا. الحكومة السعودية خادم الحرمين الشريفين أظن من 2 وجه ببدء التواصل مع الحكومة التركية للعمل على الإغاثة للاجئين السوريين على الحدود التركية، وكذلك الوضع في الأردن، بينما طبعا وبدأت الكثير من هذه الأعمال. هل سمعنا من أحد من هؤلاء الإخوة الوعاظ أن كانت دعوته للناس هي بالتوجه إلى مثلا إلى الهلال الأحمر السعودي، أو بالتوجه إلى هيئة الإغاثة العالمية السعودية، أو أنه وقف على المنبر وأشاد بما قامت به هذه الهيئة من عمل
كان بعيدا عن التهييج وبعيدا عن التطبيل وكان يسير بانتظام حتى مع منظمات دولية مثل منظمة الصليب الأحمر الدولي. لكن أن يترك كل هذا وأحدد أنا موعد استقبال التبرعات من الناس، هذه واحدة من اثنتين، إما أنني أشعر أنني لست في دولة أو أنني لا أقيم اعتبارا لمؤسسات هذه الدولة. أرجو ممن سيقول أن هذه مزايدة أو تجيش أن ينظر نظرة واقعية إلى ما نقول. نعم. بسألكم الحقيقة سؤال الاثنين، الدكتور عبد الله وبسأل أيضا الأستاذ يحيى. الأستاذ يحيى مثلا ذكر أنه إذا أنت تصرفت هذا التصرف ذكر سببين. والأستاذ يحيى وكلنا وأنت وكل الناس الآن صاروا لما نتحدث عن شيء مرتبط بالدولة وبالأدلة والبراهين نضيف لها، مثلا أنا في البداية كذا لا شعريا قلت وأنتم تعرفون البرنامج ذا ليس يعني منبطح لأحد وليس هذا يقول الصراحة. الأستاذ يحيى الحين قال وأتمنى أن لا يفهم كلامي إلى آخره، دائما نضيف هذه الإضافة لأن في مشكلة صارت اللي ذكرتها في البداية أنه كل يعني الناس وصلوا إلى مرحلة أنك أنت إذا دعمت رأي للدولة أو شيء أو توجه للدولة أو قرار فعلت الدولة أو استراتيجية للدولة ترى أنت مثلا أنها جيدة وتستحق مثلا الإشادة وتستطيع أن تدافع بها عن بلدك فيما لو تعرض له أحد. ليش الناس صارت تعتبر كل من يدافع عن السعودية يعني حتى من أبناء الشعب أو عن رموز معينة أو إلى آخره أنه إنسان يعني مع السلطة كذا ومستفيد ومنتفع ولا يأخذ برأيه؟ ليش صاروا الناس تقتنع أكثر أنه لازم يكون رأيك كذا ضد هذا الموضوع؟ طبعا أنا هنا لا أنادي أن تكون دائما، أنا أنادي بأن تقول الحق دائم. شو يا سيدي، لا أحد يستطيع لا أنا ولا أنت ولا الأستاذ يحيى أن يصفه بأنه الرجل الذي يوافق الدولة في كل شيء. نحن ننتقد كثير من القصور في بعض برامج الخدمات وبعض برامج هذا ونطالب بأشياء كثيرة حتى يمكن أن نتجرأ ونقول نريد مشاركة في اتخاذ القرار، لكن من العدل والإنصاف وهذه طبيعة المؤمن أن ينصف إذا أراد أن يتكلم. إذا كان للدولة موقفا جيدا يجب أن أشيد به، وإذا كان لها موقف فيه ضعف أو فيه تخاذل يمكن أن أقول لها لا. قضية الشعب السوري لا أرى فيها من جانب الدولة تخاذل أبدا، ولا يستطيع أحد من الذين ينتقدونها اليوم أن يثبت ذلك، بل هي أول الدول التي اتخذت موقفا صلبا تجاه النظام السوري وما يقوم به من تقتيل في الشعب السوري. نعم. هذا كلام لا يحتاج إلى أبدا أن نثبته، واضح وضوح الشمس. نعم. ولهذا حنا ننصف الدولة بهذا الجانب، وليس معنى ذلك أن نوافق الدولة بكل شيء، لكن هنا قضية الأموال بالذات إذا تركت للناس يجمعونها وينفقونها دون الرجوع إلى الدولة سنجد كثيرا من الحرج. نعم. لا في الداخل ولا في الخارج. نعم. ولهذا نظمت الدولة، علينا أن نقبل بتنظيمها. جميل. وأن نمد إخواننا السوريين بالأموال عن طريقها. ما حد قال لا تجمعوا تبرعات، اجمعوا التبرعات لمن يستلمها منكم. نعم. تضع لها رقم حساب وتودع فيها من خلال الدولة. الأموال من نعم. خلال الدولة. أنا للوقت دهمني أستاذ يحيى، أيضا تعليق سريع على نفس السؤال اللي سألت بس بشكل مقتضب. يعني شوف طبعا يا علي، هذه يمكن ارتبطت في أذهاننا بأنه يعني الناقد يجب أن يكون ثائر. يعني ثانيا، نقد مؤسسات الدولة يختلف تماما عن التعامل بما يعني فهمي أو عدم فهمي لشيء اسمه الدولة، لشيء اسمه كيان الدولة. أنا دائما أضرب مثال بأنه إذا مثلا أزعجتني الحوادث في المرور وخفت على الناس، ليس من حقي أني أقوم بنصب نقطة التفتيش في واحد من الطرق مثلا. هذا العمل وإن كان فكرة جيدة إلا أنه يتحول إلى مخالفة في ظل الدولة. لا. ثانيا، أثني على الكلام اللي قاله الدكتور عبد الله، أنا أقدر هذا الحماس لدى يعني هؤلاء الزملاء والإخوة، أقدره جدا وأعتبره بالعكس يعني محل امتنان، لكن كان بإمكانهم أن يوجهوا هذا الحماس باتجاه
يعني الكتابة والحديث باستمرار عن يعني كمناداة ومخاطبة للدولة بأن تفتح حملة تبرعات في شغلة ثانية أستاذ يحيى، أنا عشان الوقت يعني هؤلاء المشايخ من أكثر الناس اللي تلبى طلباتهم عندما يريدون أن يقابلوا المسؤولين أكثر من أي شريحة أخرى في المجتمع، الأبواب يعني مفتوحة ولكن لهم أكثر، فبالتالي ما بينه وبين المسؤول حجاب يعني أنا حتى يعني الآن مع الإعلام أظن ما عاد في يعني أي مواطن بينه وبين المسؤول حجاب. مثلا الدفع باتجاه حملة شعبية لتحفيز العمل على مثلا فتح باب للتبرعات، السعوديون والدولة السعودية سباقون ولديهم عشرات التجارب في هذا، أو مثلا مخاطبة الهلال الأحمر السعودي أو الهيئة السعودية للإغاثة التي بدأت بالفعل في فتح باب التواصل مع الناس. أنا أثمن لهم الحماس لكني أختلف معهم في الخطوة. نعم، شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ يحيى الأمير وزميلنا أيضا في نفس القناة كل يوم جمعة في الأسبوع في ساعة. أيضا شكرا للدكتور عبد الله فراج الشريف الكاتب والباحث الإسلامي، كل الناس اللي وردوا، المشايخ، الشيخ العريف، تحيي لهم حق الرد أي وقت يشاءون، ولكن أحب أقول دائما الوطن أسمى من أي شيء ومن كل شيء. فاصل ونعود نكون مع ضيفنا الأستاذ محمد السحيمي اللي فقرته دائما معنا كل يوم ثلاثاء، لا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم من جديد في فقرتنا الأسبوعية التعليق بطريقة خاصة أو ساخرة، والسخرية كما يعرفها الأستاذ محمد السحيمي هي ليست فقط مضحكة لكن أحيانا تكون بين الضحك والحزن وأحيانا أكثر من الحزن. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، شكرا لحضورك أستاذنا في الرياض. اليوم عندنا موضوع هيئة الفساد ووزارة الصحة والجدل اللي صاير بينهم، نعلق عليه سريعا. تفضل. حياك الله أخ علي. الفساد، وحتى أختصر الوقت، نحن لابد في مرحلة الآن بما أن هيئة محاربة الفساد ما زالت في بدايتها، نحن بحاجة إلى أن نعرف ما هو الفساد، وهل هو ملاحقة المفسدين أم أنه إصلاح الواقع. وقد كتبت في بعد كارثة جدة بيومين، كارثة جدة 2009 الأولى، الكارثة كانت يوم الأربعاء، كتبت يوم الجمعة أنه يجب أن يكون النموذج لدينا نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا معروف تاريخه وهو السواد الأعظم الذي حنى التاريخ احتراما له، كون حينما استلم الرئاسة كون لجنة لتقصي الحقائق ولرد الاعتبار لمن تعرضوا لمظالم، فاجتمع لديه 5 ملايين ملف، لو احتاج كل ملف يوما واحدا لا إلى الآن ما خلصنا، والحمد لله أن الرقم هذا لم يصل بعد إلى كواكب التربية والتعليم لأنهم ما زالوا عند 1000 فقط. أقول نيلسون مانديلا سأل 5000 في اجتمع بهم في ملعب كرة قدم وسأل مندوبين عنهم، سأل قال من منكم تعرض لأذى أكثر مني أنا نيلسون مانديلا؟ الجميع قال لم يتعرض أحد أكثر منك، فقال أنا أشهدكم أنني أتنازل عن كل خصومي لمصلحة جنوب أفريقيا، واتجه إلى المستقبل الذي نريد. وهذا الحمد لله حاضر في ذهن، على الأقل يعني في ذهن معالي رئيس هيئة محاربة الفساد الدكتور محمد الشريف اسما على مسمى، حيث صرح للعربية، لقناة العربية، أن 70% من الفساد عندنا يعود إلى البيروقراطية، وأنا على مسؤوليتي أقول 700% وليس 70% فقط. الفساد الإداري الآن، أنت حينما يعني بهذا المعنى، الفساد الإداري ليس الاختلاسات، ليس لشخصنة القضايا من أخطأ ومن أصاب، لا، هذه المحاسبة لها آليات أخرى ولها جهات أخرى تحاسبها. هيئة محاربة الفساد وثقافة محاربة الفساد عندنا يجب أن تتجه إلى المستقبل، أن أصلح كوبري في جدة مثلا في حي أم الخير أو غيره أفيد للناس وأنفع لهم من أن أقدم يعني أحد المسؤولين الذين نحاسبهم الآن ونحاكمهم دون أن نذكر حتى أسماءهم. صرح مسؤول وصرح حتى لا تستطيع أن تذيع أسماءهم، بدليل أن يحتاج الأمر إلى قوانين. محاربة الفساد وكلمة السر مرة أخرى في البيروقراطية.
لابد أن نعترف أنها بيروقراطية مترهلة في رأيي أيضا، بيروقراطية مترهلة، وقد وصفتها بالفقمة. تخيل فقمة مربربة وتستقبل الوزير الجديد أول ما يستلم وزارته على طول تستقبله بالأحضان وتكتم أنفاسه تماما الآن. وأضخم وزير عندنا، كل وزرائنا على فكرة يعني ليسوا بالحجم، حجم القصيبي مثلا، ومع هذا مات القصيبي رحمه الله تحت وطأتها البيروقراطية. لا بس هو السؤال عندنا، لا هو السؤال سؤال بس يا أستاذ محمد، عشان البيروقراطية الحين البيروقراطية موجودة عندنا متجذرة من سنين، والوزراء موجودين وبعض، وفي أكثر من شخص تعاقب على الوزارة. إذا هذول الوزراء يعني ما عندهم هذا الحس النقدي وينتقدون أعمالهم ويعرفون المشكلة هي بالبيروقراطية، وكل الوزراء اللي مروا ما حد فيهم حاول ولا حد غير ولا التفحوا البعض يغيرون هذا الموضوع، إذا يعني إحنا عندنا مشكلة وطنية كبيرة وفي أزمة ثقة. نعم وهذا الواقع هذا ولكن هل السبب بسبب أشخاص معينين أطاردهم وألاحقهم من 40 سنة إلى الآن؟ وماذا يستفيد الناس إذا عرفوا أن علي العلياني هو المسؤول مثلا عن الفساد في ملف ما، وأن محمد السحيمي هو المسؤول في الملف الآخر؟ ماذا يفيد الناس؟ ما يفيد الناس هو الإصلاح، والإصلاح لا الاثنين محمد تفيد الناس، اللي يخطي لابد أن يعاقب والإصلاح مهم يعني. ممتاز، لكن أنا الأولى ما هو؟ الأولى ما هو؟ أنت إذا تعطل، إذا سرقت سيارتك، تعرضت سيارتك إلى سرقة، لا إذا كانت أنت تصرف سيارتك محمد، إذا الثنتين إذا ما كانت عندك أولوية ما راح تصلح. إذا أنت ما عاقبت ما راح تصلح، لأن في ناس ما تنفع ترى معهم الطيبة وتقول لهم في وطن مهم وفي كذا، لابد العقاب. بعدين من أمن العقوبة أساء الأدب وأكثر النصب والاحتيال واللهف. يا سلام عليك. طيب يا سلام، ممتاز. طيب يا سيدي الفاضل، ما كيف تحاسبهم؟ هذه قضية أخرى، لكن الأولوية أن تصلح أولا. الإصلاح، النظام البيروقراطي الآن لا تستطيع أن تلاحق مختلسا، أنا أراهن لا تستطيع، لديه فواتير ولديه مشاريع ولديه على الورق على الأقل، لا تستطيع أن تحاسبه، موقفه سيكون نظيفا ويرمون المسؤوليات على المالية مثلا وعلى غيرها، لأن النظام البيروقراطي لابد أن يتغير. يا علي القضية الأولوية عندنا هي ضرب هذه البيروقراطية، هذه بيروقراطية لم تتغير منذ عهد الملك فيصل، دائما تسمع بقراراتنا واللوائح التنظيمية عندنا تعود إلى سنة. ما عرفنا لك أنت الأسبوع الماضي كنت تمدح فترة الملك فيصل والحين تقول البيروقراطية بدأت. طبعا وما زلت أقول الملك فيصل قام بثورة تكنوقراطية. نعم. لكن ترهلت هذه البيروقراطية، البيروقراطية أنظمة لابد أن تراجع، وهذا الفرق بين مشروع الملك فيصل ومشروع محاذير محمد. الملك فيصل مشروعه لم يراجع ولم يطور، بل ونسي حتى الملك فيصل الآن، لا يكاد الجيل الجديد لا يكاد يعرف عن الملك فيصل شيئا ذا بال، بينما نعرف عن محاذير محمد الشيء الكثير لأن مشروعه يراجع باستمرار. وهذا ما هذا سر الإصلاح. هنا البيروقراطية هنا يجب أن تضرب، يجب أن تنسف تماما. أنا قلت كذا مرة أنا على هذه الفقمة لابد أن تنحر، ولا يستطيع أن ينحرها إلا رجل بإرادة الملك عبد الله وبشجاعة الملك عبد الله. وأعتقد أن هو الحاش اللي ينحر، بس هذه قبل الفاصل جديد أن الفقمة تنحر. لا حتى الفقمة ينحرونها ولا يذبحونها؟ سووا اللي تبغون، أحرقوها يا علي بس فكونا منها. طيب احنا عندنا فاصل ولا راح نكمل مع الأستاذ محمد الأخير؟ طيب راح نروح فاصل ونعود بعد قليل. بكم وصلنا لآخر الحلقة أستاذ محمد، أنتقل الموضوع الآخر وهو سماحة المفتي يشن هجوم على الرقاة والمشعوذين. والله يا علي أنت لو أذنت لي يعني خصصنا الموضوع أو الوقت الذي أتحته لي لموضوع مناقشة الفساد الإداري، إذا سمحت لي فقط أن أختم موضوع الفساد الإداري بأنه ثقافة، لابد أن نحارب الأولوية أن نحارب البيروقراطية وثقافة الفساد. الفساد الإداري ليس هو الاختلاس، الاختلاس جزء منه وله جهات أخرى تتابعه، ولكن الفساد في الإدارة هو البيروقراطية. أضرب لك مثالا بسيطا، يعني ما أي فساد تريده أكثر من مجلس شورى بلا صلاحيات؟ ماذا تريد أكثر من فساد إداري؟ ليس اختلاسات، أكثر من فساد إداري من قضاء
بلا تقنين، لا توجد قوانين ولا يوجد قانون يعارض الشريعة الإسلامية، كما يقول أحمد بن تيمية: كل ما يحقق العدل فهو من شرع الله، وكل ما يخل بالعدل فهو ضد شرع الله، والتقنين مع شرع الله ومع إقامة العدل. ماذا تقول بقضاء بلا تقنين؟ هذا هو الفساد الحقيقي الذي يجب أن نحاربه فورا. إذا سمحت لي، وأنت أشرت في أثناء نقاشك لموضوع التبرعات، وتكلمت عن أننا حينما ننتقد الدولة ننتقد المسؤولين بل ونسخر حتى من بعض القرارات، نحن لا نخل بالاحترام بهم، نحن لأننا نحبهم ننتقدهم. ولذلك لابد أن نكرس في أبنائنا الآن أن النماذج الوطنية الجميلة، عندي نماذج كثيرة جدا. إذا سمحت لي أن أقدم اليوم وأن أحيي أستاذنا العالم الكبير، العالم الفيزيائي والشاعر والفيلسوف، الأستاذ الدكتور راشد المبارك، الذي المعروف تاريخه وهو يكرم الآن في هذه اللحظات، يكرم من قبل السيد عبد الله بحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. هذا الرجل الدكتور راشد المبارك من أشهر المحاربين للفساد في هذا البلد، رمز وطني ونخلة إخلاص حساوية جميلة. أطلعني أنا وقلة من الأصدقاء أو من رواد أحديته المباركة على ملف كامل يمتد نحو 40 عاما يخاطب فيه أصحاب السمو، تحديدا أصحاب السمو الملكي سلطان بن عبد العزيز غفر الله له، سلمان بن عبد العزيز مد الله في عمره، وقبله نايف بن عبد العزيز أعاده الله سليما معافى، وسطام بن عبد العزيز. هؤلاء المسؤولون يخاطبهم الدكتور راشد المبارك، وهو استودعنا وقال: سر الملف هذا سري أنا، هذا تاريخ، وقلت له: لا تستودع كاتبا على سرك، هذا تاريخ، وأنا أدعوه الآن باسم جميع أبناء الوطن الذين يحبون وطنهم أن ينشر هذا الملف وأن ينشر هذه المكاتبات التي كان يكاتب بها هؤلاء أصحاب السمو. وآخر ما فعله الدكتور راشد المبارك من محاربته للفساد مقالة نشرها في جريدة الحياة يخاطب فيها الملك عبد الله مباشرة. ومن الأشياء التي تسر النفس أن زميلنا وصديقنا الأستاذ أحمد مشهور قال لي أنه منذ أشهر تم الأخذ بمقالة الدكتور راشد المبارك ونفذ كثيرا منها، خاصة فيما يخص التلوث البيئي، وهو لأنه فيزيائي مهتم بهذه النقطة. كانت حديقة المناخ في الرياض تروح ما شاء الله تنبسط لك تتنفس إسمنت، الآن أعتقد حسب أحمد مشهور العهدة عليه أنها أزيلت، مصنع الإسمنت أزيل أو نقل، والمصانع الكيماوية التي كانت تلوث الجو أزيلت. هذا مثال على رجل وطني حقيقي. البيروقراطية عندنا يا سيدي تبدأ بحسن نية، أنت أشرت إلى أنني أثنيت على الملك فيصل ويجب أن يرد له الاعتبار ويحترم تاريخه، لكن البيروقراطية عندنا مثل كثير من زوجاتنا، تبدأ عروسة حلوة ما شاء الله وسمبتيك، ثم ولادة وإذا بها مترهلة، ما ينفع فيها إلا الدكتور عايض القحطاني يعالجها بالجراحة وليس بالطب. وعايض عاد زميلي من أيام ثانوية بدر الشاملة، ودائما يقول: وين المشكلة محمد بلهجة أهل الجنوب الجميلة؟ الآن يترجمها إنجليزي يقول: وير إز ذا بروتروم؟ خلاص انت تعاني من السمنه، والسمنه يعني ستر يعني ضغط. بس لا هو شوف المشكله انت تتكلم عن المراه السعوديه، ما شاء الله كان الرجل السعودي يقعد سمبتيك، يعني هو نفس هو ينفرط بدون حمل اساسا. انا اتكلم عن البيروقراطيه، انا اتكلم عن البيروقراطيه السعوديه وليس عن المراه. البيروقراطيه انثى اعتبرتها وليست رجلا. طبعا نعم، الرجل هذا له هو الاخر اللي هو الروتين، نقدر نسميه الروتين، وعاد شوف من يزيل الكرشه عاد. لكن في الاحوال كلها هو الدكتور عايض اعتقد لو استلم الملف راح يقول لك: شيل المعدة، شيل الأمعاء الغليظة، أصلاً يعني وش تبغى أنت أصلاً؟ تحتاج نفر كبدة واثنين بيض مسلوق وخلاص وتعيش. هذا الدكتور عايض يعني، وأنا أمون عليه وأشاكسه. ولكن البيروقراطية التي يجب أن تضرب، أضرب لك مثالاً ببند 105 الشهير على المعلمين، وهو مشؤوم ويكرهونه الآن، لكن أذكر حينما بدأ 105 والمهندسون كانوا من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، أعرف واحدا منهم هو الأستاذ صالح الحميدي سعادة وكيل الوزارة، وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية. حينما جاءوا بهذا بفكرة 105 كلنا كنا ندعو لهم،
وكلنا كنا نشيد بهم. هذه خطوة حيلة على البيروقراطية، التفاف على البيروقراطية، لا تستطيع أن توفر لي وظائف تعليمية. جاء هؤلاء الرجال وابتدعوا فكرة 105، تتوظف بنصف الراتب أحسن من لا شيء. ولكن المشكلة ماذا؟ أنه تراهلت امتدة إلى الآن 15 عاماً. نعم. فمن ما كان ممدوحاً قبل 15 عاماً أصبح الآن يذم بكل لسان. ولنا حل وقتي، كان حل وقتي، المفروض أنه كان في حل آخر. لكن اللي زعل أنه أيضاً موظفي البنود بشكل كامل يعني إلى الآن القرار ما تنفذ، اللي هو قرار الملك بأنه كلهم يتعينون إلا بعض الجزئيات البسيطة. احنا وقتنا انتهى استاذ محمد. والسؤال هنا علي، معلش، لماذا لم يتنفذ؟ ابحث عن البيروقراطيه وستجد السر. طيب شكرا. نعم صوت محمد راح، ترى ما عاد اسمعه. استاذ محمد اخر شيء ما سمعتك، سامحني. صوتك انا سكت، انا صمت، انا صمت. طيب. يا صديقي. نعم. انا اسكت، التزم بالوقت. طيب ممتاز، كويس. شكرا لك استاذ محمد السحيمي على وقتك وعلى حضورك معنا في فقرتك اللي دائما تسعدنا فيها بكل محبه ووطنيه. أشكر كل من يتابعنا، يعني سيدات وسادة، وأشكر كل من يخصص طبعا جزء من وقته لمتابعتنا. ألقاكم غدا في أمان الله.